متابعين حلقتنا، ومثل ما شايفين استوديو مليان أورتانسيا حلوين بكل الألوان. هاي مارك. هاي. تمام. قبل ما نحكي عن هالشتلة. عن هالشتلة اللي ورداتها كثير 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 حلوين، ومنشوفها خاصة بالجبل قديش بتنمى وبتكبر، وأكيد على الساحل بنحب إنه تكون موجودة. خلينا نبلش بالاسم. مزبوط. هلا أنا كمان عندي معلومات إنه بعد شوي رح نشوف أورتانسيا أنت مصورهم، بدك قلنا وين. شيء كثير مهم هاو. هلا لما يحضروا بنشوفهم كمان. هلا هي نحن بنعرفها اسمها أورتانسيا. هلا في كثير أخبار لاسمها أورتانسيا. بيقولوا إنه بفترة كان يعني النساء ممنوع يسافروا، كان في بنت اسمها أورتانس، كانت عشيقته للكابتن السفينة، وكانت بس لابسة كأنها شاب. يعني بعد هلا ما بيعرفوا إذا اكتشف بعدين أنه هو شاب أو هي كانت عشيقته، هذا مش معروف كتير. اكتشف أنه هي بنت بس كانت عاملة حالها شاب يعني. فكان اسمها أورتانس. إذا كانت عشيقته لازم يكون اكتشف. لا، ما هو الفكرة ما بيعرفوا أي خبرية مزبوطة. لأنه في خبرية بتقول أنه هي كانت عشيقته، بعدين بيقولوا لا، هو سكرتيرته اللي كانت تتسافر عملت حالها هذا الشاب وهي بنت يعني 100%. فهي كان اسمها أورتانس. هيدي الفكرة. على كل ميلت هو وقت اكتشف هيدي البلانتات يلي جايين خاصة من الصين وهيك، سميها تيمنا باسمها أورتانس. هي اسمها العلمي هيدرانجيا، لأنه إذا تطلع الزهرة من فوق بتشبه شوية مثل أنتونوار يلي بحطوا فيه الماء. يعني هيدي هي الكلمة اللي خلقت منها كلمة هيدرانجيا. وفي كتير أنواع بالعالم، في أكثر من 600 نوع بالعالم، وفي أنواع حتى منهم من الأنواع يلي بعربشو. يعني ما بعرف إذا شايفهم. الأورتانسيا مش بس نباتات مثل ما نحن بنشوفهم بيكبروا هيك، في أورتانسيا بعربشو بالعالم وبيعطوا ألوان كتير حلوة. مثل ما شايف نحن معنا بالستوديو كذا لون، وحتى في لون هيك طلع الزهرة فيها موف أبيض سوا، إذا انتبه لهذا الجو فشلون 100%. هلا هيدي بالنسبة أكيد للأنواع وهيك. هلا بعدين فأنت كنت عم تقول قد ايه بيكبروا بالجبل. أنا في صورة كتير حلوة مصورة مرة، هلا كمان بنشوفها قد ايه بتكبر بالجبل. هي بلبنان بتعيش أكثر بالجبل منيح من الساحل، هيدي شغلة معروفة، وخاصة إذا كان المطرح شوي مي أومبر، يعني إذا نص في ليك هيدي مثلا هيدي وحدة أورتانسيا هيك حدا عدرا، وليه بتنزرع مثلا، ليه بتنزرع اوقات حدا العدرا وهيك، لانه الأورتانسيا وليش هلا كثير بتنشهر على الفدامير. اول شيء لانه هي بتزهر بهالفتره، وثانيا لانه هي السيمبول تبع الحب الكثير كبير يلي عاده بس ام فيها تحب ابنها بهالطريقه، ومشان هيك هو سيمبول حتى لعيد الام ولعيد التيتايت، يعني هيدي كمان معروفه. هلا هو عنده غير سيمبول اكيد، بس هو الاكثر بتنهدى كمان على عيد، وبتنهدى وقد ما هي كريمه بزهور، يعني هذا سيمبول قد ما هي بتعطي زهور، يعني مشان هيك كمان بتنهدى لانها كريمه. مثل ما كنت عم بقول لك يعني الحب كثير كبير، فهيدي الفكره منها. هلا غير انه الأورتانسيا نحن مثل ما بنشوفها بنزرعها بالجنينات، الفلوريست كثير بحبوا الأورتانسيا، وفي ما بتتخيل قد ايه بيكون غالي، خاصه اذا كان اور سيزون، لما بدهم يعملوا او اعراس او سانتر دو تابل اوقات من أورتانسيا، يعني بيوصل سعر التيج الواحد اوقات ل 20,000 لما تكون اور سيزون، لانه بتجي من برا مستورده. وبس كثير بحبوها يعني الفلوريست. هلا بنفرجي صوره كيف بتقدر تكون، خاصه انه لما بتيبس شوي الزهره بتصير كثير حلوه، مثل ما هون الصوره عم تشوفها. حتى بس تيبس 100% حلوه. لما تيبس كثير حلو لانه اللون تبعها بصير كثير حلو يعني اكيد. هلا بعدين لنقول انه الأورتانسيا مش اكيد الانواع اللبنانيه، بس حبيت اخبر هيدا المعلومه. في نوع شاي بينشرب مع ماتشا، وكمان بيرجع لانه هو معمول من ورق الأورتانسيا، بيعملوا الباتيسير اللي حدا بيعملوها تكون تشبه زهره الأورتانسيا. هيدا اكيد موجوده باليابان يعني، بس مش النوع اللي عندنا. هي مصدرها وين؟ الصين واليابان. الصين واليابان 100%. هلا ما بعرف اذا حضروا الصور اللي انت مصورهم، بس هي كلها صوره واحده. قلت لها دعايه يا مالك اكبر. فرجينا يا صوره عاديه. خلينا نشوف الصوره انت مصورها، نشوف قد ايه كبيره. يعني وين كان البلد؟ بالبرتغال. البرتغال اوكي. كمان لانه المنطقه حتى الجبليه شو اسمها ما بال؟ كاسل اوف شي، بس ما سمعتها ليك شهر. اوكي. فهون عم نشوف هالصوره مصورنا. هلا تقول لك شغله عن أورتانسيا، رح نرجع نحط الصورة اللي مش أنت مصورها. فنقول أنه نحن أوقات بنجيب أورتانسيا وبنشوف أنه غريب أوقات على زيت الشتلة بيطلع الزهور مختلفين الألوان، وأوقات بنجيبهم روز وبصيروا موف مثلا، أوقات بيكونوا أزرق مثل هالصورة 100%. فبيتغيروا الألوان كثير بالأورتانسيا.
هلا هيدا يعني شيء بيصير طبيعياً إلا البيض 100% يعني البيض الأورتانسيا البيض بدلهم بيض كل حياته أوكي. ما بيتغيروا بس الأورتانسيا الزهر أو الأزرق بيتغيروا حسب أسيديتة التربة هيدا الشغلة كتير مهمة وراح نفسر كيف فينا نلعب بهذا الشيء بس تنقول إنه كتير يعني عادة أصعب تروح من الزهر للأزرق يعني بس راح نفسر كيف بتصير الخبرية هيدي الصورة شغلة كتير مهمة هي الأسيديتة تبع التربة إذا ملاحظ في أرقام 4 5 6 7 كل ما الأورتانسيا تروح أكثر أسيد كتير يعني على 4.5 و5 بتروح على الأزرق وكل ما التربة بتروح على الباز أكثر كل ما بتصير روز فنحن هيدا الشيء لازم نعرفه تنغير الأورتانسيا يعني إذا أنا بدي الأورتانسيا زرقاء هلا هي كلها حسب التربة يعني أنا إذا بقدر أحط بقلب هالأورتانسيا مثلا كل شيء تفل البن أو تفل القهوة أو مثلا بشتري تور وبحط كل ما الأسيديتي عالية كل ما عادة بصيروا كل ما أسيديتي عالية يعني هني الرقم واطي يعني كل ما بتصير زرقاء هلا في أساس فيها نشتريها نحن مثلا هون عم نشوف قدامنا شيء اسمه ألومنيوم سلفيت يعني هي إذا بدنا نختصرها ونهينا كل ما النبتة تقدر تاخذ الألومنيوم من التربة كل ما بصير أزرق وعادة بتقدر تاخذه إذا التربة أسيد فأنا أو بخلي التربة تصير أسيد أو بشتري ألومنيوم سلفيت هلا في كتير ناس بيعملوا كتير أساس تانيين يعني مثلاً الكيماوي اللي منرشه كل ما يكون عالي بالفوسفور مثلاً بيكون كمان بيقدر يروح على اللون الأزرق أكتر يعني هول معروفين هلا في ناس بيجيبوا مثل كل شيء مصدى بحطوه بمية الملح ومية البحر وهيك بعدين بحطوا مثلاً كل شيء اسمه عرفت يعني مثل أساس مصدية وبحطوها بس بساعدوا ألون تام هي الفكرة كلها لازم نعرفها نبتة إذا بالتربة في ألومنيوم وقدرت تخدوه بتصير زرقاء يعني ما إلوها مش أنه غشنا مطرح ما اشتريناها ولا شيء فهيدا معروفة كتير هلا تاني شيء بالعكس اذا انا بدي اياها تكون زهر ما بدي اياها مثلا على فكره خليني اقول لك شغله كل ما مثلا هون بهيدي الصوره كل ما تكون مزروعه حد حجار او حد درج بصير في عشتة او اتليتشينج وبينزلوا بعض المواد بقلب التراب وهذا بخلي يغير مع الوقت يعني كثير معروفه انه بهيك مطارح كيف بتغير الأورتانسيا اكيد رح ناخذ معك وقفه ونرجع نتابع حديث متابعين حلقتنا ولكل بهمهم يسألوا عن الأورتانسيا ودجا بلش شو يسألوا على السوشيال ميديا فينا كمان ناخذ اتصالاتهم مباشرة على الهواء. مارك كنا عم نحكي عن هالشتلة يلي ألوانها هالقد حلوة وهالقد هي كبيرة كانوا بدك تحكي عن الورق؟ لا بس كان بدقول تكمل فكرة اللي قلناها عن كيف تصير زهر يعني لكن كل ما يكون يعني الكيماوي بحكي عن الورق رح ارجع احكي عن الورق اكيد حطيتهم شفتني قطفتهم بس انه ما كملت الفكره كان بدي اقول بس انه اذا بدنا اياها تصير زهر بدنا نشتري جاردن لايم هلا بنفرج الصوره وهو بالعكس يعني كل ما النبته ما تقدر تاخذ الالومنيوم كل ما تصير زهر كل ما تاخده بتصير زرقاء هيدي الفكره بدنا نقولها هلا قبل ما احكي عن الورق بدي اقول شغله كثير مهمه لانه في كثير اشخاص بيشتروا اورتانسيا تكون كتير مزهرة وبتعقد السنة الجاي ما بترجع بتزهر لما بتسألهم شو عملته غلط ثلاثة أربع الوقت بيكونوا تشحيل هيدي الفكرة اللي لازم نعرفها كتير منيحة كنت عم بقرأ كتاب عن أورتانسيا كان بيقول أنه إذا ما بدك تتعلم كيف تشحل الأورتانسيا أحلى شي تعمله وقف تقرأ الكتاب معناتها أنه ما تشحل أو بتتعلم تشحل مزبوط إذا ما شحلت في أمل ترجع تزهر منيح شو الصعوبة بتشحيلها؟ الأورتانسيا شوي بيشبه النباتات مثل العريش وهيك ما بتزهر غير على الخشب اللي عمره أوريدي سنة يعني إذا أنت قصيت غلط قصيتهم على الأخضر يلي فوق يعني دغري تحت الزهرة ما بيمشي الحال بدك إذا بتطلع أنت بكابو للبو في خشب هيك تحت وبعدين في أخضر وبعدين هن مزهرين ما في إذا منتبهنا إيه مبينين فإذا قصيت هيدي الفكرة فأنا دائما هلا رح فرج الصور دائما بنصح إنه يقصوا تيج على العالي تيج على الواطي تيج على العالي تيج على الواطي هيك ما بيفقدوا الفورم بنفس الوقت بدل عندها زهور بعدين هيدي شغلة كتير مهمة فيهم ما يشحلوها مزبوط هيدي أحسن شيء هيدي أحسن شيء إذا يعني رح فرجيك هلا الفكرة هي هون بنشوف كيف معقول الأورتانسيا أوقات بالشتة وخاصة إذا كانت بجبل تفقد كل الوراق تبعها إذا بتشوف الصورة على الشمال بتفرجي أنه هو الزهور اليابسين بقيوا ومقصهم بيقدروا يحموا البرجون عم يتكونوا تحت من الجليد
فهيدا فينا نتركهم كرمال هيك يعني عادة ما نشحنها هون مبينة شوي كيف. إذا منتبه منتبه حاطين مطرح اللي لازم نشحن ومطرح ما لازم نشحن أخضر وأحمر. هلا إذا شحلنا مزبوط الأورتانسيا بتبلش ترجع تفرخ هيك إذا عم تنتبه لهم. وهول هيدا الملاحظ هون هالورقة وين عم تطلع على الخشب ما عم تطلع على الشيء الأخضر يلي فوق. سوري لكن مثل ما عم نشوف بالصوره كيف الطريقه لحتى تشحل 100% يعني دغري فوق برجون اخضر عم ببين من اصفر او بس على الخشب. هيدا شغله كثير اساسيه هون بهيدي الصوره. حدا عم بفرجي انه هو تركه ما شحل ما عمل شيء يبسه رجع بعدين بعد ما يبسه قص هون دغري فوق هالبرجون كيف رجعت زهرت بعدين. فاو بنتعلم نشحلها مزبوط وننزل على الخشب ونقص أو ما نقص على الأخضر فوق. يعني هيدا الشغلة ما بتسوى ولا شوية بالأورتانسيا. هلأ رح هيدا اللي بدنا كنا نقوله رح نحكي عن الورق لأنه بالأورتانسيا الورق كتير مهم. ما أعرف إذا بدك أنت تفرجيهم أنا برجع بحكي عنهم أو رح نبلش بهيدا الورقة يلي هون بعدين نحكي عن هالورقة. الأورتانسيا كتير فيها تفرجينا شو نحن بدنا بالورق. يعني إذا شفنا أورتانسيا تبعنا مثل هون معه إياها إلي هيدا كمان كتير على الأورتانسيا. هذا مرض اسمه عادة الرمد. فالرمد هو مرض فطري. يعني إذا بتبلش عم تشوفه هول الباتشز البيض هيك عم تشوفهم فيكون يعني باودر ميليو أو أويديوم هول أمراض فطرية مثل هيدي الصورة اللي كيف بعدين بتصير. يعني هون بتقدر تصير بعد أكتر هيك. شو الحال؟ بدنا نرش أكيد للأمراض الفطرية. هون كتير مهم نعرف شو بها الأورتانسيا تبعنا. إذا بدك تفرجي كمان الورقة الثانية اللي معك هون كمان صح هون أمراض أكتر. يعني لما تكون النبتة عادة مثل هون عم تبلش تفرجينا على الورق مثل موف وتحت كمان فيها رماد هيدا بها شغلتين أو في مرض فطري تاني كمان هون أو كمان ناقصها فوسفور وعليها رماد. يعني هون دائما لما بنطلع نحن على الورق هيك كمان بعدين بتصير هيدا كمان مرض فطري. سو هون كمان لازم ننتبه كتير. هلا إذا برمناها وشفنا مثل حشرات صغيره اورانج هول ما بيكونوا حشرات قد بيكونوا اكاروز يعني نوع من الكرتيلات الكتير صغار. هون بدنا نعرف نقول له اللي بيبيعنا النباتات انه عندنا اكاروز. سو هون الادويه اكيد انه عندنا اكاروز. رح ناخذ اتصال. صباح الخير. الو بونجور. اهلا كيف الحال؟ الحمد لله. ممكن اسال مسيو مارك بخصوص أكيد. الورد اللي هو اوروبيانا والورد الثاني العادي شو مشكلة هالمن الأخضر الصغير الملزق بالورقة وبالزهرة سوا؟ أوكي شكرا لك. هلا ريت بيكون أسئلة عن أورتانسيا لأنه بعد عنا كتير أساس تنقولهم بس رح نجاوب على الورد. العادة كتير يعني الورد خاصة إذا كان الأوروبيان أوروبيانا هو الورد الأحمر يلي بيكون واطي وبزهر كتير والورد العادة لأنه هن نباتات أروماتيك يعني في عندهم ريحة حلوة نفس والساف تبعهم كتير أبوندونت. المانيا اللي بحب هيدا النباتات بيجي بكترة وخاصة كل ما يبلش تقس يعلى بتعلى شوي الحرارة. فالمن بيجي وبالآخر منقول يعني أنه بيقدر حتى الكلمة الزراعية أنه يستفحل بالورد يعني يعني بيقدر يجي بكترة كتير كبيرة. هلأ فينا في عدة طرق لننتبه لهم. يعني مثلا فينا نحن إذا جبنا إذا جبنا كوكسينال أو لارف تبع الكوكسينال إذا قدرنا هو اللي بيقدر يأكلوا المن بكترة. إذا لا بدنا نرش. هلأ عادة شو بيصير غلط أنه لما بيرشوا بدلوا يستعملوا زيت الدواء ودايما وزيت الدوز لازم عادة نجرب نغير الدواء. في كتير أدوية للمن بالسوق بدنا نرش. يعني هذا منورز ما هيدا الشغلة يعني المن بيجي بكترة على الورد. هلأ اللي ما بحب يرش في الأساس اللي بنسميه نحن روسيت دو بون مير مثلا بتعرف في ناس بحطوا مثل أدوية الجلي بحطوا بيقدر يكون بيقتل ما رح سميهم يعني طبعا نعمل دعاية بس بيقدر يقتل المن يعني. بعدين في عنا بعض النباتات نحن عملنا حلقات عنهم اللي بنسميهم بيو باستيسايدز كمان عم نقدر نرش فيهم المن بس انه بيجي المن بيجي بكثرة إذا الحرارة بلشت تعلى. رح كمل بالورق ورح فرجي ورقة ما معنا اياها هون بس نفرجي شغلة كتير كمان على الأورتانسيا. منجيب أورتانسيا ورقاتهم كانوا بعقده بعد فترة بصيروا مثل هيدا اللي هون عم نشوفها. الورق الخاصة عن الفوقانة بصير هيك كله عامل مثل أخضر ومثل أصفر. هيدا شيء كتير مهم. هيدا اسمها كلوروز بتصير عادة إذا المي تبعنا كلسية هو واحدة من أعداء الأورتانسيا. فهون بيتطبق زيت الشيء اللي بنطبقه على الجاردينيا. يعني بدنا نحط حديد بالأرض ندوب حديد نحطه بالتربة من بعدها هيدي بتكون عم بتقلنا النبتة أنه هي ما عم تقدر تاخد الأزوت. فهون ضروري نحط لها كيماوي يكون فيه أزوت تما تعمل هيك. يعني هيدا الشيء اسمه كلوروز بيكون بسبب المياه الكلسية
الدواء هو حديد ومن بعده كيماوي يكون في ازوت. عم شوف كيف انه هيدا النبته بتحكي معنا من خلال الورقه تبعها بقوه يعني. بس كثير مهم ننتبه اذا المرض هو حشرات او المرض هو فطره او لا، بس عم تقلنا انه ناقصها معدن. هلا السؤال اللي اجانا على السوشيال ميديا كمان كان عن شو النوع الكيماوي اللي بنحطه نحن الأورتانسيا، واذا لازم نحط عشرينات وهيك. هلا العشرينات اللي هو دواء نحن بنسميه بالعربي الدويب، يعني دواء كثير سريع فينا نحط ما في ولا مشكل، بس بيروح كمان كثير بسرعه. عاده هلا اذا بحطوا لنا صوره الكيماوي المحبذ للجاردينيا هو هيدا الكيماوي يلي بيكون في الاخر رقم يلي هو البوتاسيوم عالي، وزياده بده يكون في مغنيسيوم وحديد. يعني كثير لازم نعرف انه هيدا النبته بتحب المغنيسيوم وبتحب الحديد. ف هول المعلومات عن الأورتانسيا، يعني عادة شو بده كيماوي. هلا في عنا كتير أسئلة بتنسأل كمان بعدين، طب ليه هالأورتانسيا كانت بتعقد مثل هون وبعدين ما رجعت تتزهر؟ هلا كنت عم بقول قبل أكيد في التشحيد الغلط يعني يلي ما قدروا عارفين. بعدين في عنا شغلة مهمة إنه حواليها افترض كبر شجر وبطل يوصل لنور، لأنه يعني هي صحيح بتحب الميومبر يعني تكون بمطرح نص في، بس كثرة الفي بتخلي انه الأورتانسيا ما يزهر بقى. بعدين بعد عنا شغلة الأورتانسيا ما يزهر، شغلة مهمة كثير التربة تبعها لازم تكون تربة دائما كنا عم نقول أسيد هلا، بس مش كثير يعني يعني بدنا ننتبه لها، مش انه كل التراب بده يكون هيك. ففي تراب خصوصا للأورتانسيا بينشرها بالسوق اللبناني اسمه تير دو بروير، نحن مفرجينه كذا مرة حكينا عنه مزبوط. فهول بخلوا أن الأورتانسيا ما تزهر، هذا السؤال دائما بينسأل. فكنت عم أقول أنه الأهم شيء نحفظنا الأورتانسيا أنه هي مزهرة ما نخليها تعطش، وإذا كانت بالبو خاصة بتكون كثير سنسيبل يعني نسقيها من تحت بسيناج إذا فينا، إذا لقى ببويات ما فينا نحملهم بدنا نسقي من فوق. يعني الماء أول شيء كثير مهم عند الأورتانسيا. الثاني سبب ننتبه له كثير أنه هن بحبوا الفاي بس مش إكستريم فاي. بعدين بفضلوا بلبنان الجبل عن الساحل، بحبوا كمان التربة تكون أسيد يعني. وكتير مهم نتعلم التشحيل، يعني هيدا شغلة جدا أساسية نتعلم التشحيل تبع الأورتانسيا. هلا في أشخاص بيسألوا كمان كتير عن كيف منكترها. هيدا صورة فرجيتها على يعني عادة ما كتير منكتر الأورتانسيا من البذر، فعادة فينا نقص بين عقدتين وخاصة من تحت اللي بيكونوا خشب ومنشكهم بتراب، بعدين بصير عندنا أورتانسيا مثل هون عم نشوفهم. لازم بس هي ما بتنمى فروعتها اذا كانت بالارض يعني بطريقه يعني ما بلا بتمد وبتكبر وكل شيء 100%. بس تكبر بالحجم ولا بتكبر بالتيج يعني بالاثنيناتهم يعني هي فيها يصير حدها تكبر من تحت وبعدين التيج بيكبروا كثير. يعني اذا ملاحظ قد ايه بتكبر أورتانسيا حتى بالبو، حتى بالبو هلا مثلا، بس يمكن يكونوا زرعين كذا واحد تحت بعضهم، بس فيك تلاقي أورتانسيا يكونوا بالمتر برياحه بقلب البو، يعني هيدا الشغله كثير كمان عندهم وبيكبروا بسرعه. هلا البوتيراج تبع الأورتانسيا منه شيء كثير صعب، اجمالا بتاخذ 21 نهار لشهر بتكون شلشت، ولما نعمل البوتيراج بتطلع اجمالا مثل يعني الأورتانسيا اللي كانت موجوده اكزاكتلي. يعني في بعد شغله كثير بتنسال على الأورتانسيا كيف فينا نجففهم. فهلا كمان بنفرج صوره لما بتقص الأورتانسيا وبتحطهم بمطرح وبتقلبهم فيها توصل مثل هون، هول عم تشوفهم هن أورتانسيا معمل لهم تنشيف طبيعي بيصيروا يداينوا كثير اكثر، يعني مثل ما عم تشوفها كيف تستعمل. بعدين اكيد بيصيروا يستعملوها بالبوكيات وهيك يعني. هلا هون بنشوف كمان كيف أورتانسيا بتقدر تكون مزروعه، بس هيدي الصوره حطيتها قصد لاقول انه عاده لازم ننتبه ما نحطها كثير حد جازون، يعني نجرب تكون لوحدها مش مثل بهيدي الصوره، واذا اضطرينا نحطها هيك نحط ستوب جازون ويكون الجازون ما يقرب عليهم، فنجرب نزرعها لوحدها يعني مش بقلب الجازون لانه بيقدروا ينقلوا امراض لبعضهم. هول اجمالا يعني هن التبس تبع كيف نهتم بالأورتانسيا جنرال. نرجع نذكر انه هي كثير مستعمله للفدمير وللتيتايات يعني اكيد. يعني عرفتوا شو بدكم تهدوا اذا اللي بعد مش عارف. لا لا هاي بالنسبه للورد، بالنسبه لغير هدايا غير موضوع 100%. هلا انتبه على فدمير بيهدوا كثير بوكيات من كل الالوان، يعني مزبط. انا بقول انه ما في سامبول للفدمير، يعني كل الزهور كل الورود كل الشتل يعني الازاليل اوركيدي كلهم بينهدوا الفدمير يعني، واكيد في اساس كثير غير الورود يعني مثل ما كنت عم تقول. مارك ميرسي على كل هالمعلومات. احنا رح نروح لعند ايدي بعد شوي بواتس كوكينج، خليكم معنا.